ازاي اعمل حاجه؟ انا كنت في صدمه مش مستحمل، ما جيت انكر، ما فيش ابن الوحيد لا مؤاخذه، تعنى تعنى يعني تعنى لو الواحد غير كل حاجه كانت تعنى جامده. انا كنت حاليا لا عارف امشي في البلد ولا عارف ارفع راسي ولا يعني جريمه، جريمه بمعنى الكلمه. يعني ما اعرفش اعمل ايه، جريمه في الدين، يعني اكبر يكبر جريمه في الدين، مش المره دي مش مشكله، جريمه في الدين. يعني الدين خلاص انتهى. في ايه تاني بعد كده؟ لما انت حللت الحرام وحرمت الحلال. من وهي صغيرة وهي طماعة أنانية ما تعرفش غير نفسها ومستعدة تعمل أي حاجة مهما كانت حرام. اتجوزت راجل ضرير علشان فلوسه، وبعد ما اتجوزته سرقت منه حوالي 30,000 جنيه، ولما اكتشف سرقتها طلقها. تسكت تتلم تعرف إن الله حق أبدا، تتجوز راجل تاني برضو علشان فلوسه، بس المرة دي ما سرقتوش، دي خانته. أيوة زي ما سمعت كده، خانته. ومع مين؟ مع ابنه. عم محمد الراجل الغلبان اللي لسه طالع على المعاش من كام شهر قاعد لوحده في بيته في قرية تبع مركز بني مزار في محافظة المنيا. الراجل طلق مراته من زمن وبناته متجوزين وما عندوش غير ابن وحيد اسمه مصطفى، شغال في القاهرة ومش قاعد معاه باستمرار. الراجل بعد ما طلع على المعاش قال انه لازم يتجوز، خاف يموت لوحده من غير ما يلاقي حد جنبه، ويشاء السميع العليم تقع في سكته مين؟ ايوه هي مؤمنة. ما هي اسمها مؤمنة، الست اللي كلمتك عنها في الاول اسمها مؤمنة، ما تستغربش من الاسم ده، لسه الاغرب ورا. اتكتب الكتاب وتعلى الجواب واتزفت مؤمنة لبيت جوزها. الناس بتزغرط والفرحة مالية قلب الراجل. أخيرا لقى ونيسة لروحه، لقى واحدة تشاركه في اللي باقي من عمره. المهم اتجوز والبيت بقى فيه 3 أشخاص مش 2، الراجل ومراته وابنه مصطفى. الواد جه علشان يحضر ويقف مع أبوه في جوازته، وأول ما شاف مرات أبوه قعد في البيت مش عايز يسافر القاهرة. من هنا كانت البداية. عم محمد علشان متعود من صغره على الشغل وملوش في قعدة البيت، فكر يجيب المكافأة اللي خدها بعد ما طلع على المعاش توك توك يشتغل عليه. وبالفعل جاب التوك توك وبقى بيطلع يوميا يلقط رزقه، وربك بيكرم. وطبعا علشان الراجل نيته صافيه كان كل يوم يطلع ويسيب مراته في البيت لوحدها، ومصطفى ابنه نايم في اوضته ومش مدي اي اخوانه، دي مراته وده ابنه، اللي هو ازاي يعني؟ اهو اللي كان شايفه من رابع المستحيلات ده حصل، ووقعت الطوبه في المعطوبه، ابنه ومراته بقى في بينهم علاقه جنسيه، واستمر الوضع ده اكتر من شهرين. الراجل بيطلع الصبح مش بيرجع غير بالليل، والدنيا سداح مداح في بيته على الاخر، لحد ما في يوم رجع ما لقاش الست مؤمنه في البيت، لمت هدومها وفص ملح ودابت، اختفت ومحدش يعرف لها طريق جرة ولا حتى أهلها. وأقولك اكتشف إنها سرقت منه 21,000 جنيه، كمان في نفس ذات الوقت ابنه مش موجود برضو في البيت. لكن للأسف الراجل ما ترجمش الموضوع، ما جاش في باله إن ممكن يكون الاتنين هربوا مع بعض، هو فاكر إن ابنه سافر على شغله عادي وهي طفشت بقى في حتة تانية. بعد أسبوع من اختفائها وبعد ما قلب الدنيا عليها، لقاها بتتصل من رقم غريب وبتقوله استناني في المكان الفلاني. الراجل ما كدبش خبر، راح استناها وفعلا قابلها، لكن ما قدرتش تقوله هي كانت مختفية فين، وما قدرتش تقول له ودت الفلوس فين. وعلشان هو راجل كبير ويعرف الاصول ودها عند بيت اهلها وقال لهم اعرفوا منها كانت فين كل ده وفين فلوسي اللي سرقتها. وبدل اهلها ما يقفوا جنبها طلبوا منه يطلقها. بيني وبينك الراجل كان فعلا هيطلقها، بس كان عايز يعرف ايه اللي حصل، ما كانش عايز يضحك عليه، لكن برضو اهلها على موقفهم ده كمان عايزينه يطلقها ويديها حقها. من هنا لهنا ولانه ما كانش موافق يطلع قالوا له يا حاج محمد بنتنا كانت هربانه مع ابنك على القاهره وكمان متجوزاه رسمي على يد مأذون. ايوه بالظبط كده، الست اللي مش مؤمنه خالص طلعت متجوزه الراجل وابنه في نفس ذات الوقت، ومش عرفي وكده، لا ده رسمي وعلى ايد مأذون. اللي حصل بقى يا سيدي ان لما مؤمنه هربت مع مصطفى على القاهره راحوا الاتنين لمأذون في باب الشعريه وادت له ورقه طلاقها من زوج الاول، وعلشان كده المأذون جوزها مصطفى. الراجل كان مصدوم، مراته وابنه خانوه، ابنه اللي المفروض شايل اسمه اكتر واحد حط اسمه في الطين. الراجل ما كانش مصدق، لكن اهل مؤمنه وروه قسيمه الجواز، طلع من عندهم ورجع على البيت لها ابنه موجود. من غير تفكير كتير مسكه ضربه لما تعب من كتر الضرب وقال له طالما عملت كده في ابوك انا هحبسك، ومن غير ما يفكر نده على ابن اخوه علشان يتحفظ على ابنه في البيت، وراح على المحامي بلال الصعيدي وحكى له القصه، وفعلا طلعوا على الاسم حرروا محضر بالواقع. ان هو في المركز مركز الشرطه يعني يمكن اغمى على اكتر من مره، في النيابه اغمى على اكتر من مره، انا كنت ببص له كده الاقيه مرات قاعد يعيط لوحده ومرات قاعد يضحك لوحده. ربنا يكون في عونه، حقيقي ربنا يكون في عونه.